طيب هنا هنا لو بدي أعرف مثلا اف واحد، السؤال كان انه ترتيب تعريف الفانكشن، هل هو انه ضروري انه يكون انه انا اعرفهم بالترتيب؟ طبعا في الاستدعاء انا بحكي للفانكشنز نفسهم، فهنا في اف واحد انا احتاجت اف اثنين لسه مش معرف وين بدي اعرفها، تحت حطيت لي تحتيها خط ديف اف اثنين، وهنا او يعني انه برنت كيف؟ ماشي، انا عارف اللي انت بتحكي عليه، اللي انت بتحكي عليه بزبطش، بس انا بوضح لك اللي انا كنت بقصده. ليش انت مصمم على النقطه تبعتك؟ اللي انا بقصده انا بقول لك انه انت عندك في اف واحد استدعيت اف اثنين انت مش معرفها، معرفها تحت، فيش مشكله، لانه هو بتروح بتطلع على كل الفانكشنز، ما دام انه هي موجوده خلاص بيقدر يستعمل يعملها كول، فبالتالي عندك الاستدعاء هذا ما فيش فيه مشكله على الاطلاق، هاي بتطبع لك الهلو. بينما انت زي ما انت بتقول انه انت بتاخذ هذه زي هيك وبتحطها هنا، زي كانه انت بتقول له انه الاكس هيها معرفه تحت وبدي اياك تطبع لي اياها فوق. في الجافا سكريبت بتظبط؟ في الجافا العاديه؟ كيف الجافا قصدك تبعت اللي بتعرف فيها المين؟ انا بدك تعرفها تحت. صحيح بزبط، بمشي الحال صحيح، حتى في السي بلس بلس انه هو بزبط. نعم هذه انتربريتد. نعم طيب هنا بس بدي احط جمله طبعا هنا في البايثون حطيت لي هنا انه ريموف redundant parentheses انه هو بيحددها انه اوكي مش مشكله خليها. هنا بدي احط جمله طباعه فوق انه welcome to my function، او خليها حاليا عشان انه احنا نشوف المشكله. طيب اوكي لا خليها Welcome to my functions. تمام. فهنا لما بشغل هذا بيطبع لي انه Welcome to my functions بالإضافة ل أي استدعاء واحد، خليه انه هنا كمرجع. زي هيك. طيب الآن هذه الفانكشنز سميتها انه يوتيل، ما يوتيل حطيتها في فايل وبدي استدعيها في فايل ثاني، لانه انا لو بدي استمر واكتب بالمين تبعتي برضه انه هي موجوده هنا، بيصير انا عندي الكود كتير كبير، فبالتالي انه انا بدي احط اليوتيليتي فانكشن كلها تبعتي في فايل واستدعيها في فايل ثاني، فبدي اعرف او اضيف فايل ثاني اسمه app2، وهنا كيف بدك تستدعي فانكشن موجوده في فايل في البايثون، بتقول له from اسم الفايل بدون by بدون الاكستنشن تبعته import star everything. تمام هذا الاسلوب الاول، فبالتالي هنا بتقدر تستدعي داله ايش مثلا، داله الانكريمنت، هاي بجيب لي اياها انكريمنت وخليها بدون باراميتر، ياخذ الديفولت وبس بدي احطها بجمله برنت. هذا الاسلوب الاول. والاسلوب الثاني انه لا انه اعمل امبورت لسبيسيفيك فانكشن، يعني هنا from اسم الفايل امبورت انكريمنت سيتها بقدر كيف increment، لو بدي function تانية بحط comma اي اف واحد كيف
امبورت بعدين ايش؟ لا هنا بقول من هاي الباكج اعمل لي امبورت لهذا الكلاس او هاي الفانكشن. فبالتالي هنا عادة انا بعمل امبورت لكلاس او فانكشن او شغلة معينة. اوبجكت من الكلاس حنصل للكلاسز حنحنا حنعرف كلاس، حنكتب كلاس ونشوف كيف نتعامل معه. فخلينا نستدعي الانكريمنت هنا بالديفولت. بس ايش الاشكالية انا عندي هنا؟ سواء هذا الاسلوب او هذا الاسلوب، خليني اشغل هذا الكود. من وين اجى؟ من وين اجى هذا الكود؟ Welcome to my function و hello. هذه ناتج استدعاء الانكريمنت. هذا من وين اجى؟ من my util، من ملف my util. وهنا نفس الاشكالية هنا. عفوا لا اعتقدش انه هنا مش راح تكون، لا هنا مدام انه انا عملت import لهذا الملف حد بالضبط. فايش الحل؟ في عندي في البايثون حاجة اسمها بعرف المين فانكشن، الاختصار تبعها كنترول جي اف النيم بتساوي المين. اعمل لي هذا الكلام. شو معنات هذا الكلام؟ اذا انا بعمل رن لهذا الملف ساعتها بتشغل لي هذا الكود. اذا الملف هذا imported مش راح يشتغل. ليش مش راح يشتغل؟ لانه النيم تبعه مش راح يكون main، هيكون اسم ثاني. تمام؟ ساعتها هنا لما نرجع نشغل ثاني فقط الكود اللي انت محتاجه بيشتغل معك. وعشان توضح الفكرة اكتر هنا بدي احط كنترول جي، بدي احط كمان مين هنا. تمام؟ وهنا بدي اطبع هذا الفاريبل، هذا سبيشال فاريبل underscore كتير مستخدمة في البايثون في الفاريبلز خاصة في الكلاسز. فحنطبع هذا الفاريبل. ايش طبع لي؟ حيطبع لي مين، عشان هيك احنا بنفحص انه النيم بتساوي مين. اذا كان الملف هو نفس الملف اللي انت بتعمل له رن، لكن اذا كان ملف انت بتعمل له امبورت بيكون لا شيء ثاني مختلف. عشان هيك بدي اطبع لك my util. عشان هيك انا بدي اعمل هنا import my util هنا dot name. حنشوف ايش النيم تبعه. يبقى هنا هذا المتغير في نفس الملف اللي انت بتعمل له run ايش بيكون اسمه دائما؟ name. في الimported files الاسم تبعه بيختلف، بيصير اسم الملف نفسه. هيو my util. يبقى هنا my util dot name جاب اسم الملف. فبالتالي انت بتحط الكود، اذا كان هذا الكود هو عبارة عن الملف الرئيسي اللي انا بعمل له run بيكون زي هيك. اذا imported مش هيشتغل. هاي مفهوم انه اذا كان المين هي النيم هي المين، معنى ذلك انه هذا انه الملف مشغل ولا معمول له امبورت؟ مشغل، فبالتالي حينفذ هذا الكود. اذا كان معمول له امبورت بيكون فولس، لانه بيكون اسمه مش مين، اسم مختلف على حسب اسم الفايل. واضح يا جماعه؟ لا ايش اللي مش واضح بالضبط؟ هجيت لغايه
هذا الكلام واضح؟ طيب حقيت هذا عبارة عن special variable اللي هو النيم في البايثون، القيمة تبعته بتختلف إذا أنا كنت في الملف اللي بيتم تشغيله حاليا أو في الملف اللي بيتم استيراده. في الملف اللي بيتم تشغيله حاليا دائما قيمته ثابتة، إيش هي؟ main. في الملف اللي بيكون imported بيكون اسم الملف. نعمل ملف تاني import app 1 وهنا نطبع app 1.2. فبالتالي طبعت النيم في هذا الملف اللي هو app 2 وطبعت النيم تبعت المايوتيل والنيم تبعت الاب 1، فبالتالي حيجيب لي اسمائهم. في اب 1 في انه ادخال انبوت، فبالتالي هيو اسمه هنا في الملف اللي يتم تشغيله حاليا مين هناك. عشان هيك الشرط هذا بيكون ترو إذا الملف هذا تم تشغيله، وبيكون فولس إذا كان imported. تمام؟ فهنا فعليا في هاي بالطريقة هاي إنه أنا عندي ال 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 حطيت ال الفانكشنز تبعتي او اليوتيليتي فانكشنز تبعتي في اكثر من ملف، وانه انا بقدر ان انا استخدمها في البروجكت تبعي بهذا الشكل. في البي شارب بالمناسبه انه البلانك لاين هذا مش محبذ، لو حطيت عليه تب بيب 8. ايش البيب 8؟ هي عباره عن فورماتنج ستايل في البايثون بتقول انه البلانك لاين مفروض انه ما يزيدش عن سطرين. فبالتالي كيف بدي اعدل كل هاي الشغلات؟ بس كنترول الت كنترول ال بروح بزيل كل السبيسز بهذا الشكل. الت كنترول ال يعني بمعنى اخر انه البيب 8 الستايل تبعها ممكن انه انت تعرف متغير اكس بتساوي 10، هذه فيش فيها مشكله، بس بحط لك عليها خطا تحتيها خط عفوا. ايش السبب؟ بقول لك انه انت تيجي تطلع عليك زي اكس زي بتساوي 10، اوكي مش ريدابل، كيف بدك تخليها ريدابل؟ حط سبيسز. تمام، هذا بالمناسبه محل اسئله، في انت مش خبير بايثون بروح بسالك شغلات سبيسيفيك عشان يعرف انه انت فعلا انه انت بتعرف بايثون ولا لا. تمام، مش خطأ، هذا مش خطأ. لما ضفت spaces المشكلة كانت هنا x بتساوي 10 كلها لازقة في بعض مش readable. ممكن انت تعتبريها readable بس انا بالنسبة لي مش readable، انا بحب انه احط spaces بالضبط. فهيك alt control l بروح بيظبط لي كل الاشياء انا عندي في الكود، فبطلع انه more beautiful يعني او انه readable اكثر. طبعا هذه الستايلز او الجايدلاينز انه موجوده في بيب 8، انا ممكن اتفق مع جزء منها ممكن اختلف مع جزء، بس الاغلب انا بالنسبه لي شخصيا مرتاح معه، انه فعلا بيركز على الستايل بشكل عام انه يكون انه كثير مرتب. طيب
ضايل آخر شغلة بدي أحكيها في الفانكشنز، يعني ممكن عبر ما يجي الـ LCD أحكي بشكل سريع كملخص، لأنه كل تسجيل الفانكشن راح. أنه إحنا حكينا أنه إحنا نكتب الفانكشن لأنه بنعيد استخدام piece of code أكثر من مرة، فبالتالي أنه فيش داعي للتكرار، فبعمل reuse أو call أحسن ما أنه أعمل rewrite. والشغلة الثانية أنه نخليه modular، شفنا كيف السينتاكس تبعها، naming convention أنه يكون verb phrase، واخذنا انه احنا نعمل الفانكشن المحاضره الماضيه اللي هي تبعت اللوبس انه احنا نحولها كلها لدوال، وفعلا حولناها، فبالتالي صار انا عندي الكود انه سيمبل اكثر المره، يعني هاي المره باستخدام الفانكشن انا عندي بس 3 lines، كل واحده من هدول بتسوي انه يعني شغله معينه، تمام. وشفنا انه الباراميتر هذه ممكن احط لها ديفولت فاليو، فبيصير الكود انا عندي ريدابل اكثر، زي هاي انه increment number by، حطيت لها هنا ديفولت فاليو وهنا برجع لي الرقم بالاضافه للانكريمنت تبعته. طيب اخر شغله بدي احكيها هنا في الفانكشنز اللي هي مفهوم الانوتيشن. ايش هو مفهوم الانوتيشن؟ انه انا باخذ داله زي هيك، ايش الغلط فيه؟ انه هاي النمبر بحدد تايب انتجر بتساوي هاي الديفولت، والباي برضو كذلك انتجر، نقطتين انتجر يساوي 1. كيف بنفع بنفع؟ وهنا بدي ارجع، اعتقد بارو زي هيك انه بترجع لي انت. في مشكله في هذا انه كيف اعتقد انه الارو انه هنا موجود زي هيك، وهنا ريتيرن اللي هو number plus equal. فهذه في الكول لما باجي زي هيك انه انا لو حتى لو ما حطيتش value باجي في الاستدعاء، طبعا هذا الكلام انا بكتبه الكود لتيم، هاي الشغلة كتير مهمة، وهستدعي increment 2 انه هنا نمبر حتى لو ما حطيتلوش فاليو، مش حكينا انه البايثون بيعرف التايب من الفاليو، حتى لو ما حطيتلوش الفاليو عملت انوتيشن انه المستخدم لما بده يمرر باراميتر معين انه يكون عارف انه الباراميتر هذا يفترض انه هو يكون انتجر، والثاني برضه انه هو يكون انتجر، وهنا بيطلع له في الدوكيومنتيشن انه الداله هذه بترجع انتجر بهذا الشكل. طبعا مفهوم استخدام الدوال اللي هو الباس ارجمنت والريتيرن شغل تيم، هذا معروف جدا، احنا بدنا نوزع الشغل على حالنا، تمام. بدي اياك تكتب داله بمرر لك كذا، ببصيل لك كذا، بترجع لي كذا. هذه اللغه المتعارف فيها في يعني في الديفلوبرز، ببصيلك كذا بترجع لك كذا، زي كرة القدم بالضبط، يعني ببصيلك كذا برجع لك كذا. فبالتالي انه لازم انه يكون بين التيم انه زي هيك. طيب خلينا نبدأ في موضوع الكوليكشن. هذا خليه شغال، هذه
اوكي اوكي بسكر الكيرنلز تبعتهم. مفهوم الكيرنل هنا في الجوبيتر كتير مهم لانه حيمر علينا في الكاجل. الكيرنل هو عبارة عن انستانس من البايثون انت بتشغلها على على الجهاز تبعك من خلال البراوزر الجوبيتر، يعني من خلال الجوبيتر. طيب بدنا نعمل ملف جديد بايثون ونسميه 06 collections. ايش هو مفهوم الكوليكشن؟ شو يعني collections؟ مجموعات، تجميعات، تجميعات لايش؟ ليش انا بحتاجها؟ وفعليا انه انا البريمتيف داتا تايب تعمل هولد لون فاليو. البريمتيف داتا تايب هولد وان فاليو، بدي كوليكشن تعمل هولد لماني فاليو. فبالتالي هاي ملاحظه ممكن اكتب لك اياها هنا انه البريمتيف داتا تايبس هولدز او هولد one value. احنا بنحتاج a collection to hold كيف يعني بحتاج collection؟ هل انا فعلا محتاجهم؟ اه فعلا محتاجهم. يعني على سبيل المثال انه انت عندك ليست بتخزن فيها السكورز مثلا، انت الليست تبعت السكورز هذا اي نعم ممكن ان انت تجيب المتوسط تبعهم في النهايه او السم تبعهم، لكن كل فاليو انت محتاج انه هي انه انت تحتفظ فيها بالذاكره عشان تعمل عليها عمليات. فهذا هو مفهوم الكوليكشن. اول كوليكشن انا عندي راح نبدا بالليست هذا كوليكشن. طب هاي انا معلم هنا كود، هاي حطيت كنترول ام. لا سكيب ام سكيب واي سكيب. كيف اعمل سكيب مع واي سكيب مع ام سكيب؟ سكيب مع ام سكيب واي. يا سلام عليك. طيب ايش الليست؟ الليست انا ممكن اعرف الواحد بتساوي هذه عبارة عن empty list هنا الواحد ما صورته تفضل نفس الجروب راحت عليكم. فهي الفاليو تبعتها انه زي هيك انه ليست فاضية تمام. وهنا بعرف الاثنين بتساوي واحد اثنين او ثلاثة اربعة تمام. هاي list with initial value تمام. وهي كيف شكلها. وممكن تعرف الليست هي عبارة عن class في البايثون فعليا، فبالتالي ممكن تعرفها بالكونستركتور تبعها. الثلاثة بتساوي ليست بهذا الشكل، هذا عبارة عن نو كول ذا كونستركتور اوف ليست كلاس
طبعا هذه empty list ممكن امرر لها list الأربعة بتساوي list واحط لها هنا واحد بهذا الشكل تمام. الليست هاي ممكن تكون من نفس النوع وممكن تكون هاي الخمسة من تايبس مختلفة. بنحكي له واحد اثنين او ثلاثة بوينت اثنين A B C. وممكن تكون nested الستة بتساوي واحد أو أوكي هذه نخليها string وهذه واحد وسبعة وهنا float ثلاثة ونص أو الخمسة وهي الخمسة بدي أضيف لك إياها كعنصر. هنا شوف كيف شكلها. طيب خلينا مع السيمبل ليست كيف نعمل سلايسنج انه ال1 الخمس نعم كيف يكون ما يكونش 0 1 هذا ديكشنري بيصير هذا ديكشنري بيصير كولكشن ثانيه مش ليست. فانت ممكن تعمل يعني اكسس باستخدام الاندكس تمام او ممكن تمشي بالاندكس بالعكس هذا اول عنصر هذا اخر عنصر هاي كمان مره ال5 عشان تكون شيء يعني تكون يعني عارف كيف شكلها هاي ال5 1 3.2 اي بي سي فلما تقول له ماينس 1 بيجيب لي اخر عنصر تمام إيه لو انت حطيت اندكس مش موجود بيجيب لك انه اندكس ايرور 10 تمام. وهنا في التو ليست انه انت ممكن تعمل اكسس لال 6 زي هيك اوف الواحد وهاي ال 6 اوف الواحد هي عباره عن ليست بدي العنصر 0 بهذا الشكل تمام. لما حطيت الاندكس تبع الليست الثاني 0 يعني نعم تمام. طيب خلينا ناخذ كيف نعمل سلايسنج للليست. فخلينا نعمل امبورت او فروم او خلينا نعمل جنريشن للليست يعني ال7 بتساوي رينج او ليست رينج 10 تمام. الآن لما أحكي L7 نقطتين ثلاثة من الأول لثلاثة 0 1 2 لما أعمل العكس L7 أقول له من العنصر الثالث للآخر بالضبط. وإذا استخدمت الاثنين السبعة من اثنين لستة عبارة عن أربع عناصر اللي هو اثنين ثلاثة أربعة خمسة تمام. هذا الاندكس مش included
نعم. فبالتالي هاي السلايسنج. خلينا نشوف شو العمليات اللي موجودة على الليست كيف ممكن تشوفها. طبعا حالي حال كل المبرمجين أنا بحفظش ومش مطلوب مني أن أحفظ إيش هي الدوال وعارف إيش هي الأشهرها، بس إذا بدي أسترجع بشكل سريع بعمل دير dir لأي أوبجكت من هذا الكلاس بروح بجيب لي كل الليست كل الميثودز. هنا عندي ميثود كتيرة، خليني أحط لك إياها في برينت عشان يطبعهم جنب بعض. برينت في عندك شغلات فيها أندرسكور كتير، البايثون بتحب الأندرسكور، تخلصت من السيمي كولن تمام وبتستخدم الأندرسكور. هدول الدوال تبعت الأندرسكور بدنا نأجلهم لغاية لما ندخل في الأوبجكت أورينتد في الكلاسز تمام. خلينا نبدأ في أول دالة هنا بدون أندرسكور أبند. لاحظ النيمين كونفنشن لوحدك بتعرف شو بتسوي، كلير copy count extend index insert pop remove reverse sort. يعني L7 هذه كتير مستخدمة، أو خليني أورجي لك L7 أول. وهنا L7 dot append 12. ابند من اسمها انه هو بضيف في الاخر. وهي هنا انا اوريدي عملت ابند فبالتالي حيضيف كمان 12 لو شغلتها كمان مره، فعشان هيك اوكي خليني اظهر L7 هنا. هي 12 ضافها في الاخير. في الكلير بمسحهم، الكاونت بعد. فبالتالي هنا لو عملت L7 dot count 17 ايش الناتج؟ count للفاليو 17 ايش الناتج؟ هاي الليست قدامك. طيب شوف شوف كمان مرة كمان مرة. L7 count الفاليو 17 قديش؟ زيرو. أكم مرة متكرر ال 17؟ زيرو من المرات تمام. طيب خلينا نضيف كمان يعني مثلا انه نعمل count للواحد. L7 موجودة مرة واحدة، خلينا نعمل append لواحد. نرجع نعمل count بتلاقي انه صار 2. الاكستند هو زي الconcatenation. الاكستند هو زي الconcatenation تمام؟ فبالتالي L7 الابند بدك تديها element تمام، لكن الاكستند بدك تديها list، لازم list. ممكن في الابند تديها list، حورجي لك الفرق. extend لانه انت بتعمل extend للليست تفرطها انه هنا لازم تمرر list 1 3. عدي جاي لك، فلاحظ انه هنا بعد ال 12 اخر عنصر عملنا ابند لواحد، وهنا هاي 1 3. طب لو عملت ابند لواحد 3 شو الفرق؟ بضيف لي اياه كاليمنت. واضح الفرق بين الاكستند؟ يبقى هذا بدي اضيف لك هنا ملاحظه انه هذا زي الكونكات. يبقى الاكستند هنا
ايش يعني كونكات؟ وكأنه انت بتقول له انه 1 2 أو 3 5 اعمل لي كونكات مع 4 و7 و5. شوف الناتج كونكات، لزقهم بعض، اعمل لهم كونكاتينيشن في ليست، في وان ليست. هذا بيجمعش ليستس، نعم، نعملها في سطر واحد. نعم، فهي على سبيل المثال عندي A، وB بتساوي بدنا السم في ليست. ممكن احله بالطريقه هذه، انه بدي اعرف ليست فاضيه انه ليست فاضيه، واروح الف فور خلينا نستخدم داله الزد اي بي، فبالتالي هنا بحكي اكس وواي for zib a b. هيك انت بدك تعمل iteration على two loops. احنا اخذنا نعمل iteration على one loop، عفوا على one list، iteration على one list. بدك تعمل iteration على two list، تستخدم دالة zib two list او اكتر. فبالتالي هنا iteration variable x للlist a، والiteration variable y للlist b. فبالتالي هنا بنقول انه sum list dot append x زائد y، وهي sum. n اوكي. فجمع الواحد والاربعة 5 3 و6 9، 5 و9 14. هذا كم سطر؟ 1 2 3 اسطر. نعمله في سطر واحد. نعم، نعكس الفور، فبنقول هنا x زائد y for x y in zib a و b. بس كيف؟ نفس الـ نفس الايش؟ نفس اللينث، لازم يكون نفس اللينث. لو واحدة أطول من الثانية بيروح بيضلوا يلف للليست الأصغر. ما هي فور واحدة؟ لأنه بدي أستخدم iteration variable. أنا عارف قصدك إنه أنت مثلا بدي أعمل زي هيك، وبدي أحكي إنه A of I انا تلخبطت الدنيا عندي a of i زائد b of i i range واحدة منهم، ما دام انا متأكد انه هما نفس طول الليست. نفس الناتج، هاي اقصر وأأمن، لانه لو انا كان حظي سيء واخترت الليست الاطول طولهم مختلف، بروح بدخل في موضوع الاندكس ايرور. اما هاي الزد اي بي بيدخل على الليست الاقصر وبلف عليه،
يعني خليني أغير هنا، بس قبليها إنه الـ A بدنا نحطها أطول، بدنا نضيف هنا عنصر 10، فبالتالي حيلف لغاية الخمسة في الـ A والـ B، فهي الناتج 5 4 9 14. ليش صفر طيب؟ ليش صفر؟ والله يعني انه انت يعني هاي انه شوف مجموع الليست، يعني بفترض انه تكون نفس الطول. والله اذا انت بدك تعمل انه تكون باطوال مختلفه وتعملها، ممكن تكتبها في فانكشن، يعني شغله مش موجوده في بايثون بتكتبها في فانكشن. طيب شفنا كمان الاندكس، بتجيب لي الاندكس تبع عنصر معين، لو ما كانش موجود اندكس ايرور. الانسرت بعطي له تو باراميترز، ايش هم الباراميترز هدول بالضبط؟ فهنا بحكي له L7.insert، هنا بدي أضيف في الأول اللي كان بدي يسأل على الأول، بقول 0 والفاليو 3 أو 4. هاي L7 تمام؟ لو حددت اندكس معين بيعمل ازاحه وبضيف الفاليو هنا. طيب نعم، لو كان ايش؟ لا بحكي لي انه اندكس ايرور، بدخل في اندكس ايرور، انا بدي اضيف في اندكس مش موجود. دالة البوب بتسوي شغلتين، تحذف وبترجع، تحذف وبترجع. يعني هنا كيف؟ الله يعافيك يا رب. يلا لا هينا نازلين ثواني. تمام لا لا في شيء كله تمام. التكييف بده يعني اليوم الجو حار بزيادة. طيب احنا وصلنا عند الانسيرت، البوب اتفقنا انه بترجع وبتحذف. فعلى سبيل المثال هاي الليست، هاي الفاليو 3، لو انا بدي اشيلها L7.pop، عفوا البوب مش انه انا بعطيها عنصر معين، البوب بتحذف من الاخر، هي L7، فهذا العنصر حينشال. فهي اخر عنصر هذا انشال. اما الريموف L7 dot، لا بعطي فاليو، نعم هاي 3، وين في عندي 3؟ هاي في عندي 3 هنا، 3 اي 3 حشيل الفيرست ماتش. لو طلبت منه يعمل ريموف لفاليو مش موجودة ايش الايرور؟ كمان مرة لاحظي انا ايش بحكي، بقول لو بدي احذف اعمل ريموف لفاليو مش موجودة ايش الايرور؟ فاليو ايرور، الفاليو مش موجودة في الليست. واخر اشي الريفرس والسورت، انا عندي الريفرس بتعكسها، فبصير انه اللي في الاخر هو الاول، الاول هو الاخر. اما السورت
نعم باي ديفولت بيرتب ترتيب تصاعدي بدي العكس طبعا السورت بتغير على الليست بدي العكس بدي بحط هنا باراميتر شايفين الديفولت باراميتر وين بستخدمه ريفيرس فهو هذا الباراميتر اصلا باي ديفولت بيكون فولس انا مررته بيساوي ترو رح يكون الترتيب بالعكس من الاكبر للاصغر تمام هيك بنكون تقريبا خلصنا كل الدوال تبعت الليست كتير انه مهمة انه احنا نتعامل مع الليست ككوليكشن نيجي للنوع الثاني اللي هو التابل سكيب ام باختصار تابل is a list أو immutable list list غير قابلة للتعديل إيش الغلط؟ immutable في كمان وين immutable ماشي في اخطاء تانية هاي تي واحد بتساوي ثلاثة او اربعة او اربعة او ستة بهذا الشكل العمليات نفس عمليات الليست بالضبط هاي تي واحد ممكن اعمل اكسس باستخدام الاندكس تي واحد اوف الزيرو شوف ايش الدوال دي اي ار تي واحد خلينا نحطها في جملة برينت وحكينا انه الاندرسكور مؤجلات لغاية ايش هنا عندي بس الكاونت والاندكس هدول بتغيرش على الليست ما بتغير على الليست اما السورت بتغير ريموف كيف وينها سورت لا لا بقدرش اعمل سورت لا مش سورتد تمام طيب ليش التابل تابل انه مور افيشنت في التعامل لو كان عندي بيانات كبيره وانا عارف ان انا مش هعدل عليها بتكون مور افيشنت ان انا احطها في الذاكره على شكل تابل من انه احطها على شكل ليست تمام كذلك التابل مر علينا في الدوال لما انا بدي ارجع اكثر من قيمه برجع لي اياها كتابل شفنا هاي الشغله تفضل ولا يهمك تمام طيب بعد التابل بدنا نروح على الموضوع المهم جدا 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 وهو الديكشنري بالمناسبة التابل يعني انه انا ممكن اعرفه انه كتابل انه استدعي الكونستراكتور تبعه زي هيك اكتب تابل عادي يعني وهنا الديكشنري ممكن اعرف ديكشنري فاضي بتساوي قوسين زي هيك تمام وفي انه ممكن اعرف الديكشنري ديك بتساوي ديكت الكلاس تبعه ديكت مش عارف اذا الـ LCD واضحة عندكم
فهي ديك واحد، هذا ديك اثنين، هذول الاثنين empty dictionary. طيب ليش؟ ليش أنا محتاج dictionary؟ بدي إياكم تفكروا في الليست إنه افترض إنه أنا في عندي في الليست اللي هو student info، بعرفها كليست إنه أنا عندي أول حاجة الرقم الجامعي 1-2019-1122، هذا الطالب مش موجود طبعا، واسمه أحمد وتخصصه سياس، وهي المعدل التراكمي. أحمد فاهم مش حافظ، فبالتالي يدوبه في السبعينات 74.9، تمام؟ هاي ما انا بدي اوصل لك انه ايش 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 ميزة الدكشنري. فالان انه انا بدي اعمل برنت على سبيل المثال انه student id، بدي اكون حافظ انه student std info of zero، وبدي كمان اطبع اللي هو الديبت department انه هو عبارة عن 012 اللي هو std info of قديش حكينا 2 بهذا الشكل. فبالتالي انا فعليا كيف؟ اوكي. فبالتالي انا بدي ضلني حافظ الاندكس انه ايش هو بالضبط، وهذا الاشي يعني كلام مستحيل. فبالتالي بدي اتعامل مع كوليكشن جديده بده يكون الاندكس فيها عباره عن كي بدل ما ارقام. فبالتالي هنا بدنا نرجع نعرفه على في بهذا الشكل، بفتح البراكتس بهذا الشكل، وهنا بده يصير انا عندي كي وفاليو. فبالتالي هنا الكي اي دي والفاليو والفاليو الرقم الجامعي. هذه 1 دي صحيح، لو كان في عندك aggregation او يعني انه listed بيكون الاشي اصعب اكتر من ذلك بمراحل يعني. وهنا انه depth هذه الكي لازم يكون string، وهنا اخر حاجة الgba فبالتالي هنا بدي اتعامل معها، بدي اطبع الاسم فحيكون اوف الكي. بدي المعادله التراكمي، ما فيش داعي احفظ اندكس اوف الجي بي اي. لاحظي انه العمليه هنا او الاكسس انا عندي زي الليست بالضبط، بس بدل الاندكس حطيت فاليو، تمام بهذا الشكل. لأنه كي، فالكي أنا عندي التايب تبعه string بالضبط. لو كان أنه عندي أنا عندي إنه هو الكي عبارة عن integer فبيكون بحطه زي ما هو. نعم. التايب الفاليو فلوت، لكن الكي كله سترينج. فبالتالي هنا الصيغه العامه عشان يكون الموضوع ريدبل اكثر بالنسبه لكم، فبالتالي الديك بيساوي اكتب لكم اياه ككومنت، وانه انا عندي هنا كي نقطتين فال
كما كي نقطتين val وهكذا. وبقبل اي تايب سواء كان في الكي او في الفاليو، اي تايب. طيب فبالتالي انا ممكن استخدمه عشان اعمل هول لانفورميشن واستخدمها اعملها اكسس. خليني اشوف ايش في عندكم في الشنطه، ايش في عندكم في الشنطه؟ لابتوب واحد، كاندي اكيد في عندك كاندي في الشنطه، 10. شو كمان؟ تيشوز، محارم 10، بوكس 0. وهنا زي ما تعودنا انه الباج اوف الكاندي طب لو عملت الباج اوف الكاندي ايش بيصير؟ ابديت. اشوف الباج هنا صارت الفاليو هنا هذه ابديت، ولكن اذا عملت شغله مش موجوده. نعم زي ايش مثلا؟ موبايل واحد بضيف. تمام. فهنا انه اذا الفاليو اكزيست بيصير ابديت، واذا الفاليو مش اكزيست انه اد نو بيكوز داز نوت. ممكن الديكشنري يكون نستد. نعم باي تايب؟ فبالتالي هذا الستودنت انه زي هيك. ممكن انا اخليه ريدابل اكثر انه نعمله مالتي لاين انه هيك بيكون احسن. وهنا بحط كي جديد ماركس وبفتح كليست انه هو جايب في ماده مثلا 98 وهنا 90 وهنا 60 وهنا 50. هذا ليست. وممكن يكون انه الفاليو عباره عن ديكشنري، بفتح ديكشنري ثاني وبعمل له اكسس بنفس الطريقه زي ما شفنا في الليست. هنا المفروض يكون في كوما، وهنا نشوف كيف شكله نستد ديكشنري. طيب نشوف ايش العمليات الخاصه بالديكشنري. دير std نبدأ من عند الكلير، تمسح المحتويات، كوبي بتاخذ منه نسخة from keys. تمام انه بياخد الفاليوز تبعته من كيز معينه برا. الجيت مهمه كتير حنشوفها ليش. الايتيمز الكيز البوب حنشوفهم واحده واحده. ليست لايش؟ ليست لديكشنري. ايش بده يكون الكيز تبعتها؟ بدك تكتب كود انه انت بالضبط ممكن. فبالتالي هنا
انت عندك ليست الواحد بتساوي واحد وهنا انا عندي الدك تبعي انه هو عبارة عن كيو فاليو اللي هو الاي والاي اوف الاي for i in range len الواحد. هاي الكي عبارة عن الاندكس والفاليو هايها والكي هو عبارة عن اندكس واحد وهكذا. ممكن نعم نرجع للباج. لو قلت باج اوف لا ايش صحيح بصير انونيموس اوبجكت. انونيموس اوبجكت يعني زي هيك انه هاي الدك هذا انونيموس اوبجكت. اوبجكت مالوش اسم انت مررته مباشره للدير فنفس النتيجه. نعم هاي الليست A of the eyes L1 وهنا L1 عفوا A هذه بيكون احنا اي شيء معرفينه فوق الله اعلم ايش هو يعني اوكي منيح انتبهت للموضوع. وهذه هيك بغلط بس نسيت عن الموضوع يعني. طيب لو اجينا عند الباج وحكيت الباج اوف اوف ايش حاجه مش موجوده ايش هو بين كي ايرور كي هذا مش موجود تمام لانه هذه مش اساينمنت انا بجيب بدي اعمل بدي اجيب الفاليو طبعا انا بعطيه الكي عشان اجيب الفاليو. فعشان هيك انه خلينا نبدا بداله الجيت. داله الجيت انا ممكن احل هذا الموضوع بتراي واكسبت فبعمل تراي انه جيب لي لو سمحت انه برنت وهنا بعمل اكسبت طبعا اسم الايرور واقول له هنا print does not exist هذه موجوده في الجيت تمام. حكيت هذا الكلام شايف اربع تسطر تعمل try واكسست اكسبت او ممكن استخدمها في جمله الاف اذا الكي هي بطريقه ثانيه اف البين ان الباج بروح بعمل برنت ل الباج اوف البن سواء هذه او هذه بيمشي الحال انه هنا ثلاث اسطر وهنا السطرين. ممكن نستغني عن هذا الكلام كله ونستخدم البيلت ان فانكشن اللي هي الجيت. فبحكي هنا اسم الديكشنري باج دوت جيت طبعا بعطي له بطبيعه الحال الكي اللي هو البن ما هو الجيت هي بتعمل هاند للموضوع هذا مش موجوده بيرجع نان بيرجع nothing. وعشان اورجي لك النان هذه بدي احطها في جمله برنت نان. طيب نقدر نقول انه انت معاك زيرو قلم ليش زيرو قلم صفر فبالتالي هنا نقدر نقول انه في الجيت كان الكي موجود رجع لي الفاليو ما كانش موجود رجع هاي الفاليو.
او يجوز ان انا اقول انا معاي زيرو قلم، معيش قلم، او اقول هنا not found. فهذه بتختصر علي انه هذه كتير انه familiar نحن نستخدمها، بس اذا انا كنت شاكك انه ممكن انه يصير في عندي key error، بس ساعتها بستخدم الجيت، كتير مريحة بالنسبة لإلي. الدكشنري مهم جدا في الداتا ساينس، لانه احنا حنتعامل مع البيانات كداتا فريم، والداتا فريم الشكل تبعها بعمل لها access و slicing as a dictionary في النهاية. ريموف وما لقيتوش، ريموف وما لقيتوش. كمان مرة. احنا لغاية الآن ما عملناش ريموف، ما جبناش سيرة الريموف في الديكشنري. احنا بنعمل جيت، بقول جيت لشغلة موجودة وشغلة مش موجودة. ولا انت قصدك على الليست؟ لسه ما وصلناش للريموف. نعم. أجيب عنصر إيش؟ One step. The dictionary one step. تمام، هاي شفنا الجيت، كتير مريحة وكتير ممتازة. طيب نشوف الدالة الكيز. بتراجع لي كل الكيز، لابتوب، كاندي، تيشوز، بوكس، موبايل. بالمقابل باج دوت فاليوز بتراجع لي كل الفاليوز. فهنا 1 7 7 كانت للكاندي، لابتوب 1، تيشوز 10، بوكس 0، موبايل 1. وفي انا عندي برجع الكي والفاليو از تابل اللي هو دوت ايتمز. هذا بنستخدمه بشكل متكرر انه احنا بنعمل اتريشن على الدكشنري، بنلف على العناصر تبعته. فبالتالي انه انا ممكن الف عليه زي هيك فور كي في ان، هذا بصير هيك تابل، لانه هاي بتطلع حاطه بين اقواس ان bag dot items. الخطأ الشائع ان انا انسى الايتمز. print استخدم دالة الفورمات item slash t او خليها key، بعديها هنا value dot format كي في. كثير بتمسح محتوياته بالكامل، كوبي باخذ نسخة منه. الكوبي هذه كثير متكرر، لأنه أنا مثلا على سبيل المثال بدي أعمل بروسيس معينة، بدي أعمل أبديت على الدكشنري، بس بدي أخلي نسخة من الأوريجينال. الخطأ الشائع إنه أنا أقول باك 2 بتساوي الباك على نفس المكان، ريفرنس على نفس المكان في الذاكرة. فأنت إيش بدك تسوي؟ خذ نسخة منه دوت كوبي. كيف؟ بدي اخذ نسخة، انا عندي هذيك معرفة باك، بدي اخذ نسخة منها واعملها اساين في باك 2. فبالتالي باك 2 بتاخذ ريفرنس مختلف، تاخذ الفاليوز تحجزهم في الذاكرة في مكان جديد. في هنا عندي البوب تعمل ريموف لاخر عنصر، وهي باق 2.
كيف؟ بوب ايتم تمسح اخر وحده، هذه بدي اعطيها كي. نعم، فهاي باج دوت بوب ايتم، انا عندي اخر عنصر اللي هو الموبايل، ف بتسوي شغلتين. شو بتسوي؟ وايش كمان؟ بتراجع. راح الموبايل. اما البوب شو بدي اعطيها؟ باك دوت بوب بدي اعطيها كي. شيل الكاندي لانه مضره بالصحه، ونشوف محتويات الباك. وهذه خليني احطها في جمله برنت، لانه على ما اعتقد على ما اذكر ان هي بترجع الفاليو. البوب بترجع الفاليو وبتشيل الكي والفاليو. وهي كمان في برنت فعلا ترجع الفاليو. هنا راحت الكند. بوزيشن لايش؟ كمان مره مش ما. بدل مثلا لا، بتعاملش مع انديسيز، بتعاملش مع انديسيز، هذا ديكشنري كيز. قول لي عايش بدك تعدل. ايش بدك تاخذ؟ قول لي من الهاي هاي عندك لابتوب وتيشو وبوك، ايش بدك تعدل؟ بدك تعدل على البوك؟ اعمل بوك من الديكشنري واحط مكانه عدل عليه. اعمل بوك من الديكشنري طيب اوكي. جيت الكي بتساوي، او بلاش الكي لانه محجوزه، الكي بتساوي بوكس، الفي بتساوي الباج، معايا؟ ايش سويت انا؟ اخذت الفاليو طلعتها برا، عدلت عليها، طبعت لك اياها هي برا، بدي اطبع لك محتويات الباج برا متعدل عليها والباج زي ما هي. تمام؟ مش هذا اللي بدك اياه، صح؟ برضه مش هذا اللي بدك اياه. انه انت اوكي اوكي. طيب انت بتقول انه انت التبل اميوتابل، صح؟ فممكن انا اعرف هاي بوينت بتساوي 3 و4، هذا التبل. معنى انه انت اميوتابل معنى ذلك انه انت تيجي تقول لي بوينت اوف الواحد بتساوي 10، هذا ايرور، تايب ايرور، انه تابل does not support assignment اميوتابل. ولكن انت ايش بتقدر تسوي؟ اكس واي بتساوي
point x plus plus أو plus equal 1 ألو بدي أعمل إنه برا التابل إنه بأخذ منه الفاليوز الx والy هذه immutable تقدر إنه أنت تعدل عليهم فبتقول x plus equal 10 والy plus equal 20 تعمل shift مثلا على سبيل المثال للpoint هذه بتطبع x والy نعم لا تحذفه بتضيف واحد جديد تاخذ الفاليو تبعته وتعملها هولد في مكان ما وبنو تحطها الكي من الفاليو بس الفاليو الكي بتكررش الفاليو بتتكرر فممكن يكون في اكثر من فاليو بس انت ممكن تعكس الكي والفاليوز اذا كان انه انت متاكد انه الكي والفاليوز بهذا الاشي حنسويه بلزمنا كيف ممكن تعكسهم بتحطهم على شكل تابل فبتقول له انه هنا في تفتح قوس او خليني اعملها انه ريدابل اكثر نفتح قوس في كي فور K V هيك انت عكستهم N bag.items فانت رجعت list مش طبل فبالتالي بسمح لك بالتكرار هاي شايف الأقواس تبعت list وحطيت جواتها الطبل ما رجعتش dictionary انا فبالتالي برجع لك هاي واحد لابتوب عشرة عكسهم فعليا من values والkeys okay clear والpop from keys هذه لو بدي أخذ من dictionary تاني pop items set default هذه لو إنه مثلا يعني مش كتير مستخدمة ما شفتهاش إنه هي مفيدة كتير إنه أنا بدي أحط الديفولت لو بدي أعمل get لشغلة إنه هي مش موجودة إنه فبالتالي إنه بحطها هنا أفضل لي يعني وين الجت؟ احنا عملناها فوق هاي هنا هنا انه افضل لي طيب بدنا ناخذ تمرين بدنا نشتغله مع بعض فهنا انا عندي سؤال السؤال هذا انه write a program or code to count خلينا count to count words يعدوا الكلمات count words يعدوا الكلمات كيف كلمات انا حاطي لك نص هاي وتكست بتساوي طبعا ممكن استخدم التريبل كوتس زي هيك انه احط مالتي لاين سترينج بالنسبه لإلي احكي هالو ماي نيم از احمد اي لايك بايثون بايثون از كول اي رايت بايثون كود افري داي فالمطلوب انه يقول لي انه البايثون كرر ثلاث مرات is مرة مرتين الاي برضو ثلاثة او اثنين كود مرة واحدة تمام فبالتالي بدي البروبلم بدها تكون انه بدنا نعمل ديكشنري الكي راح يكون الكلمة والفاليو عدد تكرار فالسبلت words بتساوي text
هاي الموديلز. نعم باي ديفولت هو بيقطعهم على حسب السبيس ديفولت ماستر. فبنلف على الليست هاي بدي اعرف ديكشنري ونسوي هاي الشغله. طبعا فيها هنا ابديت واذا كانش موجود يضيفه يعني. سهل ولا صعب؟ طيب اول حاجه بدي اعرف الديكشنري تبعي دكت او ديك بتساوي ديكشنري فاضي. بدي اروح الف على الكلمات خلي بالك word in words ممكن مباشرة هذا الحل المطول اعمل انه ال word in الديك مباشرة مفيش داعي انه افحص للكيز هو لحاله by default بروح بفحص في الكي. اذا كانت موجودة ساعتها انه بقدر اقول انه ال deck of ال word plus equal 1 اعمل لي ابديت للفاليو. else حتكون نفس الجمله بس بدون انه اول مره يصادفها فبالتالي انه بضيفها زي هيك وفي النهايه نروح نطبع الدك. كيف وهو المطلوب انه اول مرة انه تمر عليه هذه الكلمة فبدنا نحط انه التكرار تبعها واحد. احنا بدنا نلف على كل الكلمات. هاي الهلو واحد، الماي واحد، بايثون ثلاثة، از او اي اثنين، از اثنين، بهذا الشكل. نيجي للحل الثاني، الطريقة الثانية. بعرف ديك فاضي. بروح بلف على الكلمات. بعملها في جملة واحدة. باستخدام الجيت. بقول له إنه الديك أوف الوورد. بتساوي الديك دوت جيت للورد 0 بلس 1 خلاص. بايثون 3 اي از 2 حكيت هذه الجملة إلها وجهان. جملة اللي في السطر 3 بقول له الديك اوف الكي اللي هو الوورد بتساوي جيت للوورد كانت موجوده برجع الفاليو تبعتها مرت علي سابقا بدنا نزود على الكاونت تبعها زائد 1 ما كانتش موجوده برجع لي 0 0 زائد 1 وكانه بعمل اضافه كمان مره. هاي الجمله تحتمل حالتين حال انه الكلمة موجودة في الديكشنري تمام فبرجع الفاليو تبعتها بالجيت بنزود عليها واحد وهو المطلوب. طب ما كانتش موجودة هاي احنا بنزود على الديك اوف الوورد بنزود عليها واحد ما كانتش موجودة ف باي ديفولت راح يرجع صفر وبدنا اياها تنضاف انه تكون واحد فبالتالي صفر زائد واحد بيساوي صح تمام. في منكم حل بالطريقه هذه برضو انه طريقه بس انا يعني انه الجيت باستخدام الديفولت انه ترجع هي هذا ال يعني بديش اقول لك انه هو الحل الافضل ولكن انه 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 بس عشان انه انت تسترجعوا ايش اهميه الجيت انه انا كيف انه انا بستفيد منها. الحل بالطريقه الثالثه انه بعرف ديك فاضي
برضو حل بسطر واحد، فبروح انه بعمل update في الديكشنري، او ممكن اعملها بالطريقة هذه زي هيك، وهنا انه والوورد والوردز دوت كاونت الورد فور وورد ان وردز. هذا انه بيكون زي هيك، عفوا مش زي هيك، بدون أقواس بدون تابل. لقيت احنا هذه عبارة عن ليست، وينها؟ هذه عبارة عن ليست، واخذنا من دوال الليست الكاونت، فبالتالي انه انا بروح بلف على الليست هاي، بقول له انه الكلمة والكاونت تبعها. بس هذا الكلام انه بسبب عندي مشكلة. ايش هي المشكلة هذه؟ انه في بعض الكلمات مكررة، فلما يجي انه زي هيك انه حيقول لي انه الكي مكرر، فايش اسوي؟ set. الست هي عبارة عن collection، تقدر تقول انه هي عبارة عن list ولكن عناصرها مش مكرر. وينها؟ ما تكررهاش، لانه عامل نفس الحل. وين بعد السبلت؟ عملت سترينج تبع الفاصل كامل. انت بتعمل ابديت في الدكشنري عشان هيك بتشوفها مش مكرره. هلقيتها افرط لك اللوب اورجي لك انه هي مكرره. بس خليني نشغل هذه الامور هيك تمام. بايثون 3 از 2. طيب الحل هذا افرط لك اياه شوف هنا كيف هجيت انه انا عامل سبليت فوق، هاي عمل لك اياها تكست. لا 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 مش كيف. نعم انا عامل سبليت وجاهز وجاي من الوردز. طب هاي وردز. لا انا ما بحكيش عن الحل، بحكي عن الحل الاخير، لانه الحل نفسه هو بدون نعمل الست. بحس ان الورد اصلا في تبعها الورد اصلا بالضبط، هو كانه عمل ابديت للديكشنري، بس انه بيكون في عندك اكسترا ستيبس في اللوب ما لهاش لازمه. هو فعليا انت يعني بمعنى اخر انه ايش اللي صار؟ انه انت اجيت قلت له انه ال هذا خلينا نحطه انه ديك بتساوي تمام؟ فانت حكيت انه ديك اوف الاي نفس الفاليو تبعتها بتساوي 2، حضلها نفس الشيء هاي ديك، وهذا الاشي اللي انت بتسويه فعلا بالضبط، بعمل ابديت على نفس الكي. بس الفكره هنا انه هاي مش زي ما انا حكيت سابقا انه في عندك كي مكرر، لا هو فعليا بعمل ابديت، ولكن انه انت بتعمل ريديوس للستيب، بتقلل الستيبس. ست عباره عن كوليكشن، لو اورجي لك اياها. هاي الوردز هاي الوردز وهاي الست الوردز. عندك هنا اي، عندك هنا اي، عندك هنا از، عندك هنا از مكررة. اما بالست شايف الاقواس تبعتها زي الديكشنري، مش كي وفاليوز elements، ولكن انه بدون تكرار. هاي الاز مرة واحدة والاي مرة واحدة والبايثون مرة واحدة.
تمام. ناخد آخر مسألة ولا خلاص؟ آخر مسألة ظريفة حللكم إياها. نعم. أنا مش بعد التكرار. أنا مش بعد إيه؟ بعد التكرار اللي آه. نعم. أنا لسه كانت ست بتكين التكرار. هو لما يجي ماشي، بس انا عملت هنا ست في الوورد ما خزنتهاش في الووردز. ايوه الليست لسه ضايله زي ما هي بدون تكرار، فهنا بستخدم الووردز. الووردز هذه انتاتشد، شايفه دوت كاونت، فبيجيب لي التكرار طبعا. تمام. مش في البحث، في بالضبط في اللفات بالضبط. يعني هنا هاي لين للوردز ولين للست، هنا 16 وهنا لين للست، للست في الوردز 12، وفرت عليه 4. طيب أعطيكم مسألة. أكتبها على الجوبيتر. طيب حقيت هنا في عندي ديكشنري بتكون من word pairs، أزواج من الكلمات. نعم. كل كلمة هي عبارة عن synonym للكلمة الثانية، مرادفة. كل الكلمات في الديكشنري مختلفة. المطلوب انه بعد ما انا ادخل الديكشنري انه ادخل كلمة ويرجع للسينينوم. يعني بمعنى اخر بالضبط، بمعنى اخر هنا حكيت له الثلاثة، معنى ذلك انه انا بدي ادخل ثلاث عناصر: hello hi synonym bye goodbye list array. لما ادخل له goodbye المفروض يرجع لي bye، والعكس صحيح، لما ادخل له باي المفروض يرجع لي جود باي. بحكي له ليست بيرجع لي اري، بحكي له اري بيرجع لي ليست. فبالتالي هنا دخلت جود باي رجع لي باي، ف انه بقدر استعلم بالجهتين سواء كان. نعم. فهاي انا حاطط لكم اياها في الجيبتر. كيف يعني الري جاهزة؟ لا لا، انت بدك هنا بدك تطلب انبوت من المستخدم. الانبوت هنا بدخل هذا الرقم 3، فبتطلب منه for i in range 3 انه دخل لي 3 اسطر بالضبط. هيك انت بتنشي الديكشنري من المستخدم. فهذا هاي مثال على الانبوت ومثال على الاوت. بس خلينا هنا لا، حكيت الانبوت ما دام تدخلت هنا 3، معنى ذلك انه for i in range انه اعمل انبوت للثلاث اسطر، بعديها هذه الكلمه اللي بده يستعلم عنها. نعم.
هيك بنكون انه رح ارجع للفانكشن المره الجايه انه انا بدي احكي فيها الشغلات المتعلقه بالكوليكشن كود بتلاقوه على الجيت هاب نعم البروفايل البروفايل تبعك صحيح اوكي داش اي كوميت ماينس اي لا عملت اد للملفات اللي ضفتها مؤخرا تمام وعملت كوميت ماينس اي للاوتوماتيك اوتوماتيك كوميت اي ماينس اي اوتوماتيك على ما اذكر ما لحقتش تشوفني كتبتها على السريع لا عملت جيت اد يعني هلقيت لو عملت جيت كوميت ماينس ام بيكبر مني لنفترض ان انا ما كنتش عامل ده ممكن والله